فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل: والدتي هداها الله تشاهد أفلاما مخالفة للشريعة، وعندما أخذ منها أو أحذف هذه القنوات التي فيها الأفلام فإنها تغضب علي وتأمرني بأن أعيدها، يقول ماذا أصنع حيال ذلك؟ هذا منكر، لا تقرها عليه، انصحها وبين لها، فإن أبت أخرج هذه الأشياء من بيتك، أخرجها، لا تجدها والدتك، أبعدها عن البيت، يعني الآلات هذه أبعدها عن البيت. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.